given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people. صباح الخير. الساعة العفو الساعة 6:48 7:10 وبع الثلج. خلصنا من العاصفة, يومين عاصفة ثلجية بعد الثلج اللي صار, سيارات ما تقدر تطلع. هذا ثلج هالقد صار, هذا الشفل شعلة وخرة من القاع. اخوان نفسي هيك من البرد وجاي امشي, وبعد هنا هذا البيت اصلا ما راح يقدر يطلع, يعني ما اعرف شنو راح يطلعون الناس من بيوتهم. يومين عاصفة احنا ثلجية, هو 25 متر بالثانية, يعني بالثانية 25 متر الهواء. هاي هنا يوخروا من الطريق لأنه هاي مستشفى عيادة شعبية. فهذا اللي صار بينا اخوان. شوفوا الدنيا الساعة 7 الصبح حاليا صارت, والدنيا ظلام, ظلمة, الدنيا ظلمة. هسه انا رايح على الشغل. بقى ثلج جبل, هذا من ثلج جبال, هاي جبهان من ثلج. هذا لانه محطة مال الباص ينظفوا. شوفوا هاي الجبال كله هذا ثلج, هذا يلموه من المحطة مال الباص فيجمعونه. بعد الجبال في كل مكان, شوفوا هناك العاصفة كانت من الدرجة الثالثة, يعني مو من الدرجة الأولى والدرجة الثانية, يعني با الجمال. والله الصراحة شيء كلش حلو هذا الثلج. شوف أنا ما أقدر أمشي, شوف شو لابس, لازم ننزل بالشارع لأن رجلي تطب جوا. بعد ما مسوين الممر مشي, شي حلو. بس والله تعبنا احنا, اللي عنده بيتي تعب. البرحاني ساعتين انظف بيه ثلج وخرته اللي نزل الصبح, بعدين كل ساعة, وبعدين صارت عاصفة اقوى ما قدرنا نطلع, طلعنا اخر الليل كمان ساعة ونص. ثاني دي بردو جمدو صابي, فراح اطفي حبايب قلبي. هذا اللي يشتغل هاي العمارة يوخر الثلج. هذا اللي عندنا يشتغلون يوخرون الثلج. هاي السيارات, هذي جراج سيارات ما راح يقدرون يدخلوا له. مسكر, ما في سيارة راح تقدر تطلع. هذا
حياتنا هيك احنا بالسويد. السيارات توخر من يمين، انا جاي امشي بنص الشارع ماكو طريق. نحن نقول ما شاء الله تبارك الله.